طيب إذا ما ذهبت إليك مرة أخرى أستاذ محمد عثمان، إذا ما تحدثنا عن الموقف الإماراتي الذي كان منذ عدة أيام هناك مناطحات بينه وبين السودان، ولكن البعض بدأ يفسرها ليس أنه تناطح ولكنه نوع من أنواع فرض لغة جديدة في الخطاب مع السودان، باعتبار أنه لا يريد أن تظل الإمارات في خانة الذين يعادون الدولة السودانية. ولكن اليوم وجدنا أن الإمارات عن طريق بعض الشركات ستقرض جنوب السودان ب13 مليار دولار من أجل تخفيف العبء الاقتصادي عليها، مقابل أن يعود ذلك نفس الرقم عليها بالنفط مرة أخرى في وقت لاحق. إذن نتحدث الآن هنا عن نوع من أنواع الود الجديد في التعامل الإماراتي مع السودان وحلفائها، أم أن هذه مكيدة أخرى برأيك؟ شكرا جدا. لو تسمح لي أعلق قليلا على كلام الأخ ياسر، ولكن سريعا لأن الوقت يعني يعتبر. أشكركم جدا أنكم تأتون ببعض الضيوف من خارج السودان لكي يسقطوا زاوية النظر من الخارج، إذ نحن من الداخل يعني فعلا نستهلك أحيانا في تفاصيل المعركة اليومية، ولكن النظرة الكلية من خارج الموقع هي أيضا مفيدة. وإذا سمحت لي أقول للأخ الأستاذ ياسر، وقد يعني قدم أسئلة جوهرية وحقيقية ومفيدة، صحيح أتفق معه أن الصراع في السودان الآن صار بدرجة أو بأخرى أشبه بصراع محاور دولية، إذ أن الأمارات العربية المتحدة هي الآن تلعب في الإقليم، كما سألني الأستاذ عامر عن تدخل الآن، أحدث تدخل لها هي محاولة لإغراء دولة الجنوب لتغيير موقفها من الجيش السوداني، كما أفلحت في تغيير موقف تشاد وكينيا وأثيوبيا، وهي تضغط ضغط كبير جدا على الحكومة المصرية أيضا في هذا الاتجاه. كل ذلك بالمناسبة ماذا يعود على الفائدة إلى لدولة الأمارات؟ المصالح دولة الأمارات مسبقا كانت محفوظة في السودان، والشعب والحكومة السودانية لم تكن في عداء مع الأمارات، بالعكس المصالح المتبادلة بين الأشقاء مرحب وأكرم بها وأنعم، ولكن المصلحة الحقيقية والوحيدة هي لإسرائيل، التي ترى أن المجتمعات المسلمة خاصة التي ترفع راية المقاومة أو تدعو إلى المقاومة يجب تفتيت هذه المجتمعات، كما يحدث الآن في المجتمع السوداني المستفيد الوحيد هي الأمارات. أما كما ذكره الأخ ياسر في أن هنالك معارك ويتحدث عن المعادلة الحربية، فقط أضيف إلى الأخ ياسر في المعلومة أن هذه المعارك يا أخي ياسر لا تدور على منشآت عسكرية، هذه هي ليست معارك حربية بالمعنى التقليدي الذي أنا وأنت نعرفه واعتدنا عليه في الحروب وفي التاريخ وفي الحاضر والقديم، هذه حرب تشنها ميليشيا المتمردة ضد المجتمع. كل المعارك الآن التي تسمع بها تدور فقط في الأحياء السكنية. أخي ياسر هذه نقطة جوهرية في الموضوع، وأكرر أن جميع المعارك الآن تدور فقط في الأحياء السكنية وفي القرى النائية التي يعمل أهلها في الزراعة وفي الرعي وفي الأعمال اليومية، ليس لهم لا من قريب ولا من بعيد علاقة لا بالمنشآت العسكرية ولا بالجيش نفسه ولا بالحكومة، بعضهم لا يدري أصلا أين تقع الحكومة ومن الرئيس، هم المواطنون العاديون الأبرياء الذين يعملون. إذن المعارك الآن، وهذا هو السبب أخي ياسر الذي جعل إطالة أمد الحرب وأحدث تعقيدا لدى الجيش السوداني لكي يحسم هذه المعركة، إذ أنها تدور في الأحياء السكنية وفوق رؤوس المواطنين وفي بعض المنشآت الحيوية مثلا مثل استديوهات الإذاعة والتلفزيون ويعني شركات البترول وأبراج البترول وآبار البترول والتيوب الناقل والكهرباء ومحطات المياه. هذا الذي جعل الجيش السوداني باعتباره جيش مهني مسؤول، ليس مثل الميليشيا كما تفضلتم أخي ياسر، هذا الذي جعل الجيش السوداني يتعامل بتأددة وبتأني وباحترافية. الأستاذ ياسر كان يتحدث عن المقاومة الشعبية، أستاذ محمد لو تسمعني، على حرب المدن لو تسمعني الأستاذ ياسر، والجيوش أصلا لا تقام ولا تنشأ ولا عقيدتها العسكرية مبنية على حرب المدن،
ولذلك كنت يعني أقول وأركز أن العالم يجب أن طيب يتحدث أستاذ بهذا المفهوم. أستاذ محمد